أستاذ هاشم، أيضا نتحدث اليوم هناك ثالوث سياحي مهم في هذه المنطقة، ما أدري بالإضافة إلى البحر والمغطس، كل هذه العوالم المهمة بالنسبة لمنطقة مأدبة هي تعطي دافع كبير للسياحة. طبعا. ما هي خططكم المستقبلية لتأكيد هذا الثالوث المهم بالثالوث السياحي؟ إحنا هنا هدفنا الاستثمار في المجتمع المحلي. مأدبة هي عاصمة السياحة العربية بشكل خاص، تمتاز بالفسيفساء، فإحنا في عنا برامج متعددة لتنمية الفسيفساء كحرفة وطنية، حرفة محلية بالأخص في مدينة مأدبة. إحنا حالياً هذا اللي بنشتغل عليه من قبل الجائحة. للأسف الجائحة إجت علينا، أثرت علينا شوي، بس الحمد لله إحنا بنتعافى بشكل سريع إن شاء الله. تعاون موجود، تشاركية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، زي ما أشاد فيها جلالة سيدنا أنه لازم يكون في تشاركية. إحنا شغالين على هذا النهج، عندنا خطط مستقبلية كبيرة في توسعة الناتج المحلي ودعم المجتمعات المحلية في مدينة مأدبة، بالأخص في موضوع الفسيفساء. طبعا زي ما أنتم شايفين إحنا موجودين في كنيسة جبل نيبو، المنطقة كلها تعتمد بشكل خاص على الفسيفساء كحرفة، فوين ما بتروح في أي بيت في أي منطقة أو في أي معلم سياحي يوجد هناك فسيفساء، وإحنا بنشتغل على هذا الموضوع إنه نكبره بالضبط ونشتغل، والكل يكون له دور في هذا الموضوع سواء القطاع العام أو الخاص.